وزارة الداخلية تمكنت خلال وقت قليل جدا من ضبط السائق المتحرش في حدائق الأهرام. شكرا وزارة الداخلية. بقى هذا الملف بيؤرقها، ما بيستنوش مجرد ان يحصل بلاغ او معرفة، أجهزة الأمن بتتحرك على أعلى مستوى والحمد لله تم القبض عليه. وهيبقى بيعيط وبيرفص وبيقول أنا عيل وأنا جوايا حيوان وأنا ما عملتش. طب ما تخليك محترم، احترم أختك، احترم بنتك، احترم مراتك، احترم أمك يا أخي. فكرة التجاوز دي فكرة غريبة غريبة، ومن ستقبل بهذا الأسلوب الركيك أصلا، وأسلوب غير راقي وغير محترم. طيب النهاردة أحال مجلس النواب تعديلات قدمها النائب محمد زين الدين للجنة الاتصالات عشان تناقش التعديلات الخاصة بالمستريح الإلكتروني ده بهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. خلونا نفهم من السيد النائب محمد زين الدين عضو حزب مستقبل وطني، يعني عضو الأغلبية في البرلمان. أهلا وسهلا سيادة النائب. اهلا بسيادتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا يا فندم. ايه ابرز التعديلات اللي حضرتك بتقترحها عشان عمليات النصب الالكتروني؟ شوف حضرتك، احنا بنتكلم على حمايه مجتمعيه. نعم. حمايه مجتمعيه بتحمي المواطنين من اي شيء اضراره. لما شفت انا يعني الحاجات اللي بتحصل من التطور التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات النهارده بتستخدم في غير محلها، ان يكون في على عن طريق الشبكات الموجوده على النت، ان يكون في عمليات نصب الكتروني من خلال وهم الناس ان في مشاريع تحقق ارباح طائله، بالتالي الناس بتقع في هذا الفخر. كمان عرض المنتجات غير السويه على الناس عن طريق التكنولوجيا دي، ده بيسبب طبعا نوع من انواع النصب على الناس. وطبعا القانون 175 لسنه 2018 للاسف ما فيهوش اي مواد معاقبه لهذا النوع من الجرائم. نعم. كان يستوعب علينا ان احنا نشوف ايه التعديل اللي يتم عشان يكون في تغليظ لتلك العقوبات لحمايه المجتمع من تلك الجرائم اللي موجوده. في انهي مرحله نحن الان؟ يعني وصلنا ايه المقترحات اللي اتقدمت؟ هل في مواد سيتم تغييرها؟ ايه اللي هيدخل حيز التنفيذ قريب؟ تم تحويله للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشه ودراسه المواد اللي انا مقدمها عشان يتم اقراره ان شاء الله خلال الجلسات القادمه باذن الله. بإذن الله. هو مشروع مهم وإحنا محتاجينه جدا، مشروع القانون ده، لأن هذه الجرائم بدأت تنتشر جدا. سيادة النائب محمد، اتفضل يا فندم. برضه بنشجع التجارة الإلكترونية وإنها أحد الوسائل اللي ممكن تحقق نوع من أنواع يعني الحالة الاقتصادية اللي إحنا فيها، إنما ما كانش في قواعد ثابتة لمحاسبة الناس اللي من النوع ده، يبقى أنا بنفسد عملية التجارة الإلكترونية. وبدأ والناس لما هتحس إن النوع ده بيحصل فيه من انواع النصب والجرائم الموجوده دي هتهرب عن حاجه مهمه جدا في مجتمعنا. المفروض ان احنا بنستغل التطور التكنولوجي اللي موجود حاليا، ونستغل موضوع التجاره الالكترونيه لتحقيق منفعه اقتصاديه للمجتمع. نعم. دي حاجه مهمه جدا. طبعا، وهتدينا امان وهتخلينا نستفيد من التكنولوجيا مش نخاف منها. سياده النائب محمد زين الدين عضو حزب مستقبل وطن النائب البرلماني، بشكر حضرتك جدا.